بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. أعزائي طلبة الانتساب، نلتقي اليوم مع المحاضرة الثالثة، مع المحاضرة الرابعة في مقرر قراءة في كتب التراث، وعنوانها لسان العرب لابن منظور. وصلا بما سبق من الحديث عن جمع اللغة وأهم المؤلفات فيها، فنلتقي اليوم مع لسان العرب لابن منظور. والهدف من هذه المحاضرة أن يتعرف الطالب على ابن منظور، نسبه وحياته ونشأته، أن يعرف أهم مصنفات ابن منظور، وأن يعرف على أهم معجم في اللغة العربية، وهو لسان العرب، وكيف يبحث فيه. كذلك يعرف الطالب القيمة العلمية لكتاب لسان العرب. أولا، مؤلف لسان العرب هو ابن منظور. فمن هو؟ هو محمد ابن مكرم ابن علي ابن أحمد الأنصاري الرويفعي الإفريقي المصري، القاضي جمال الدين أبو الفضل المعروف بابن منظور، الأديب الإمام اللغوي الحجة. يعد ابن منظور من أحفاد الصحابي رويفع ابن ثابت الأنصاري عامل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه على طرابلس الغرب، وقد ولد بمصر على الأرجح يوم الاثنين 22 من المحرم 360 من الهجرة. وهو والد القاضي قطب الدين ابن المكرم كاتب الإنشاء الشريف بمصر الصائم الدهر المجاور بمكة زمنا. صفات ابن منظور وأهم أعماله: كان ابن منظور رحمه الله صدرا رئيسا فاضلا في الأدب، عالما في الفقه واللغة، عارفا بالنحو والتاريخ والكتابة، وكان مليح الإنشاء، له نظم ونثر، وقد تفرد بالعوالي، وكان فيه شائبة تشيع بلا رفض، وقد عمي في آخر أداء زمنه، وقد أهلته صفاته السابقة لأن يعمل فترة طويلة في ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم يتولى بعد ذلك منصب القضاء في طرابلس. ومما أثر عنه في نظمه قوله: الناس قد أثموا فينا بظنهم وصدقوا بالذي أدرى وتدارينا، ماذا يضرك في تصديق قولهم بأن نحقق ما فينا يظنون، حملي وحملك ذنبا واحدا، ثقة بالعفو أجمل من إثم الورى فينا. وقال أيضا: توهم فينا الناس أمرا وصممت على ذلك منهم أنفس وقلوب، وظنوا وبعض الظن إثم، وكلهم لأقواله فينا عليه ذنوب، تعالى نحقق ظنهم لنريحهم من الإثم فينا مرة ونتوب. أهم شيوخه وتلاميذه: سمع ابن منظور من ابن يوسف ابن المخيلي وعبد الرحمن ابن الطفيل ومرتضى ابن حاتم وابن المقير وطائفة، وتفرد وعمر وكبر وأكثر عنهم، وروى عنه السبكي والذهبي، وقد حدث بمصر ودمشق. أهم مؤلفاته: غلب على ابن منظور في تأليفه عمل اختصارات للكتب السابقة عليه، وفي هذا يقول ابن حجر: وكان ابن منظور مغرى باختصار كتب الأدب المطولة، وكان لا يمل من ذلك. وقال الصفدي أيضا: ولا أعرف في كتب الأدب شيئا إلا وقد اختصر. وفي جملة مصنفاته قال الصفدي: وأخبرني ولده قطب الدين أنه ترك بخطه 500 مجلدة. قال:
ولم يزل يكتب إلى أن أضر وعمي في آخر عمره رحمه الله تعالى. ومن أهم مصنفاته مختار الأغاني الكبير، ومختصر ظهر الآداب للحصري، ومختصر يتيمة الظهر للثعالبي، ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، ومختصر تاريخ بغداد للسمعاني، واختصر أيضا صفة الصفوة وغيرها. ويعد من أهم وأشهر أعماله وأكبرها والذي طير اسمه في الآفاق هو كتابه لسان العرب، ذلك الذي جمع فيه أمهات كتب اللغة فكاد يغني عنها جميعا. ولأهميته ومكانته سنعرج عليه بشيء من التفصيل. لسان العرب أشمل معاجم العربية. يعد لسان العرب لمنظور من أشهر المعاجم العربية وأطولها، كما يعد أشمل معاجم العربية للألفاظ ومعانيها وأتم المؤلفات التي صنفت في اللغة بصفة عامة، ومرجع العلماء والعمدة المعول عليه بين أهل هذا اللسان. وقد جمع ابن منظور في معجمه الخالد هذا بين أمهات المعجمات العربية الخمسة السابقة عليه، فجمع بين تهذيب اللغة للأزهري والمحكم لابن سيدة والصحاح للجوهري وحاشية الصحاح لابن بري والنهاية في غريب الحديث لعز الدين بن الأثير، ولم يذكر جمهرة اللغة لابن دريد مع أنه رجع عليها كثيرا. منهجه في معجمه: قد نهج ابن منظور نهج الجوهري في الصحاح، وذلك باعتماد الترتيب الهجائي للحروف، بانيا أبوابه على الحرف الأخير من الكلمة وأول أبوابه ما ينتهي بالهمزة، وقد صرح في مقدمته بقوله: ولا أدعي فيه دعوة فأقول شافهت أو سمعت أو فعلت أو صنعت أو شددت الرحال أو رحلت أو نقلت عن العرب الغرباء أو حملت. فكل هذه الدعاوى لم يترك فيها الأزهري وابن سيدة لقائل مقالا، ولم يخيلا لأحد فيها مجالا، فإنهما عينا في كتابهما عمن رويا وبرهنا عما حويا، ونشر في خطبهما ما طويا، ولعمري لقد جمع فأوعيا، وأتيا بالمقاصد ووفيا. وليس في هذا الكتاب فضيلة أمت بها ولا وسيلة أتمسك بسببها، سوى أني جمعت فيه ما تفرق في هذه الكتب، وأديت الأمانة في نقل الأصول بالفصل، وما تصرفت بكلام غير ما فيها من النص. فليعتد من ينقل عن كتابي أنه ينقل عن هذه الأصول الخمسة. هذا وقد بلغ عدد المواد اللغوية التي ضمنها لسان العرب 80,000 مادة، وهو ضعف ما في الصحيح، وأكثر بحوالي 20,000 مادة من المعجم الذي جاء بعده، وهو القاموس المحيط للفيروز أبادي. وقد صدر ابن منظور اللسان بمقدمة غير قصيرة، افتتحها بالتحميد والتهليل، ثم أخذ في ذكر شرف اللغة العربية وارتباطها بالقرآن الكريم، ثم عرج بعد ذلك على نقد التهذيب والمحكم والصحاح، ثم ذكر السبب الدافع إلى تأليف معجمه، والذي يتمثل في أنه وجد أن الذين سبقوه إما أحسنوا الجمع وأساءوا الوضع، وإما أحسنوا الجمع وأساءوا الوضع والترتيب، وإما أحسنوا الوضع ولكنهم أساءوا الجمع. وقد عني بذلك أنه أراد الجمع بين صفتي الاستقصاء والترتيب. ووضع ابن منظور بين المقدمة والمعجم بابين،
الأول في تفسير الحروف المقطعة في أول سور القرآن الكريم، والثاني في ألقاب حروف المعجم وطبائعها وخواصها، ثم إنه رتب معجمه على نظام الأبواب والفصول حيث يعالج كل باب حرفا من حروف الهجاء وفقا لآخر جذر الكلمة، ثم يورد في كل باب فصلا لكل حرف وفقا لأوائل جذور الكلمات، وهي نفس الطريقة التي عليها كما ذكرت معجم الجوهري الصحاح، وقد فرغ منه سنة 89 و600 من الهجرة. وإن لسان العربي لا يعد بعد ذلك معجما موسوعيا يتسم بغزارة المادة، حيث يستشهد فيه مؤلفه بكثير من آيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وأبيات الشعر. وقد بلغ الشعر الذي استشهد به ابن منظور قرابة 32,000 بيت موزعة بين عصور الرواية الشعرية من جاهلي ومخضرمي وإسلامي وأموي وعباسي، وذلك إضافة إلى روايته لآلاف من آراء اللغويين والنحويين وغير ذلك من الأخبار والآثار، مما يعكس كثيرا من مظاهر حياة اللغة العربية وحياة المجتمع العربي على نحو يجعله مفيدا لا في المجال المعجمي فقط، بل وفي مجالات علمية أخرى كثيرة. وقد طبع الكتاب بالمطبعة الأمرية ببولاق القاهرة في 20 جزءا كبيرا ينيف كل منها على 300 صفحة، حظيت بأعجاب العلماء، وقد استدرك عليها العلامة أحمد تيمور بعض الأخطاء المطبعية التي نشرها في جزء صغير باسم تصحيح لسان العرب، كما استدرك عليها الأستاذ عبد السلام هارون أخطاء أخر نشرها في مجلة مجمع اللغة العربية المصري. وقد قامت دائرة المعارف بالقاهرة بإعادة ترتيب مواد الكتاب تبعا لأوائل الجذور لا أواخرها، وهو الأسلوب المتبع في معظم معاجم اللغة العربية الحديثة، وذلك بخلاف ترتيبه الأصلي الذي كان يلتزم طريقة الصحاح بالترتيب وفق الحرف الأخير فالأول فالثاني. وقد قام بتحقيقه 3 من الباحثين هم محمد أحمد حسب الله وعبد الله علي الكبير وهاشم محمد الشاذلي، وخرج الكتاب في 6 أجزاء من القطع الكبير المطبوع بحرف صغير. أعقبته 3 أجزاء هي الفهارس الفنية للكتاب. وفاته بعد حياة علمية حافلة، وبعد أن تولى نظر القضاء في طرابلس عاد ابن منظور أدراجه إلى مصر، وفيها توفاه الله في شعبان 1710 من الهجرة عن 82 سنة، وكان ذلك قبل ولادة صاحب القاموس المحيط الذي أتى بعده 18 سنة. نصوص من لسان العرب. النص الأول في معنى كلمة تربة، قال ابن منظور: يقال تربت يداه وهو على الدعاء، أي لا أصاب خيرا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لمالها ولحسبها، فعليك بذات الدين تربت يداك. قال أبو عبيد: قوله تربت يداك يقال للرجل إذا قل ماله قد ترب، أي افتقر حتى لسك بالتراب. وفي التنزيل الحديث: أو مسكينا ذا متربة. وقال أبو عبيدة: ويرون والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمد الدعاء عليه بالفقر، ولكنها كلمة جارية على ألسن العرب يقولونها وهم لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر بها. وقيل معناه لله درك، وقيل أراد به المثل ليري المأمون بذلك الجد، وأنه إن خالفه فقد أساء. وقيل هو دعاء على الحقيقة، فإنه قد قال لعائشة: لا تربت يداك، لأنه رأى الحاجة خيرا لها.
هذه ستة معان لكلمة تربت يداك الواردة في الحديث الشريف أوردها ابن منظور. فأي معنى عناه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ويحسن بنا هنا قبل الجواب عن هذا السؤال أن نسوق ما ذكره ابن حجر في شرحه لهذا الحديث. قال: قوله تربت يداك أي لسقط بالتراب، وهي كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء، لكن لا يريد به حقيقته. وبهذا جزم صاحب العمدة وزاد غيره إن صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في حق مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه. وقيل معناه ضعف عقلك، وقيل افتقرت من العلم، وقيل فيه تقدير شرط أي وقع لك ذلك إن لم تفعل، ورجحه ابن العربي. نص آخر معنى كلمة طوبى. قال ابن منظور: طوبى شجرة في الجنة، وفي التنزيل طوبى لهم حسن مآب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طوبى شجرة في الجنة، وقيل طوبى لهم أي حسنى لهم، وقيل خير لهم، وقيل خيرة لهم. وقال أبو إسحاق أن العيش الطيب لهم، وقيل اسم جنة بالهندية، وقيل اسم الجنة بالحبشية، قيل طوبى اسم الجنة. ولغرض الاختيار نجد أنفسنا أمام أنظار ناقدة وعقول فاحصة لا تستطيع من الكلام إلا ما كان آخذا بسبيل التحقيق العلمي، فلا يتدافع مع رواية صادقة، ولا يتراجع أمام امتحان الفكر السديد، فلنستنطقهم. يقول الرازي في التنديد بمن رأى أنها غير عربية: إن هذه اللفظة ليست عربية، ثم اختلفوا، فقال بعضهم طوبى اسم الجنة بالحبشية، وقيل اسم الجنة بالهندية، وقيل البستان بالهندية، وهذا القول ضعيف لأنه ليس في القرآن إلا العربي، لا سيما واشتقاق هذا اللفظ من اللغة العربية ظاهر. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.